فيديو النهاردة بإذن الله هنتكلم عن MCQ Cardiac Properties. ده أول فيديو من سلسلة فيديوهات الكارديوفاسكولر سيستم كتدريب على الMCQ. كل جملة هنقول هنختارع صح أو خطأ ليه. يفضل تكون مذاكر الكارديك بروبرتيز أولا علشان تكون الاستفادة كبيرة إن شاء الله. طيب أول سؤال عندنا Phase 4 of Fast Response. طيب في البداية أنا لازم أسأل نفسي إيه هو الفاست ريسبونس؟ هو الأكشن بوتنشال of atrial and ventricular muscle fibers. بنسجل كهربة الكونتراكتايل تيشو اللي في الهارت. فيس 4 هو resting membrane potential. بالنسبة للأكشن بوتنشال في الهارت سواء فاست أو سلو بنحط أرقام. فأول مرحلة عندنا هي فيس 4 هو resting membrane unstable. هقول له الجملة دي غلط لأنه الأكشن بوتنشال of atria and ventricle بيتسجل لأنه هو وصل له كهربا من البيس ميكر، مش هو اللي بيطلع إمبلس، هو اللي بيستقبلها. علشان كده الرستنج ممبرين بتاعنا خط مستقيم يستقبل الإمبلس ويتحول إلى فايرنج ليفل. طبعا كلمة ستيبل في الحقيقة معناها بوتاسيوم بيرميابيليتي أكتر من الصوديوم بيرميابيليتي، زي فكرة النيرف سيلكتيف بيرميابيليتي. يبقى إيه غلط؟ الفاليو نيجاتيف 70 برضو غلط لأن الراستنج ممبرين بوتنشال في الحالة دي نيجاتيف 90. نيجاتيف 70 بتاع النيرف. الكالسيوم انفلكس يساوي بوتاسيوم افلكس. اقول لك غلط، ده بيبقى صح لو في بداية البلاتو وحنجلها في الاسئلة، والبلاتو ده فيز 2 of fast response. الاجابة الصح هي دي، بوتاسيوم افلكس اكتر من الصوديوم انفلكس. السؤال التاني فيز زيرو. فيز زيرو هو دي بولاريزيشن. قبل ما اجي اقرا بقية الاختيارات عندي نقطة عايز اوضحها. فاست معناها استجابة سريعة لان احنا عندنا فاست فولتج جيتد صوديوم اتشانلز. ده مهم جدا، عشان كده لما اقول لك فيز زيرو اللي بيمثل الدي بولاريزيشن تقول لي ده سببه opening of voltage gated sodium channels. طب دي الإجابة الصح. طب ليه يا دكتور اخترتها؟ ان الامبليتيود ارتفاع الاكشن بوتنشال اللي بيعبر عنه هو الصوديوم. لو صوديوم بيدخل من بوابات سريعة هيوصلني للبيك بسرعة، وده اللي قلناه في النيرف وبنقوله النهاردة في الهارت. حتى تلاقي البيك زائد 40، ده مهم قوي، والرستنج نيجاتيف 90، تلاقي الارتفاع 130 ميلي فولت من نيجاتيف 90 الى الزيرو ومن الزيرو الى بلس 40. طيب الكلام ده هنقوله النهاردة كمقارنة مع رسمة البيس ميكر بوتنشل. طيب ليه الباقي غلط ليه؟ التي تايب كالسيوم اتشانل. التي اول حرف من كلمة ترانزينت. ترانزينت معناها سريع، زي ما تنزل ترانزيت في مطار هتغير طيارة بطيارة تانية. هتقولي طب ما هو سريع اهو، ولكن ابطأ من الفاست فولتج جيتد صوديوم تشانلز. خلي بالك ان التي تايب دي هنذكرها النهارده في البيس ميكر بوتنشال،
ودي نقطة مهمة. طيب ليكج صوديوم تشانلز ما اخترتهاش لاني الليكج بتشتغل في الراستنج في فيز 4، هو طالب مني فيز 0. طب الاختيار الثالث ال تايب كالسيوم تشانلز، ال تايب دي هي اللي بتفتح عند الساركوليما وتدخل الكالسيوم من الاكسترا سيلولار فلويد اللي هيحرر الكالسيوم المتخزن في الساركوبلازميك ريتيكولم. طيب هتقولي ده مش موضوعنا، احنا بنتكلم على دي بولاريزيشن. ال ال تايب كالسيوم اتشانل على فكره هي السبب الاساسي في فيز زيرو في السلو ريسبونس، الاستجابه البطيئه، لما نسجل اكشن بوتنشال بتاع اس اي نود منظم ضربات القلب هنلاقي ارتفاع الرسمه صغير قوي، لان انا عندي كالسيوم بيدخل من خلال بوابات بطيئه، الا يعني لونج لاستنج، ده بطيء جدا في دخوله. عشان كده ال ال تايب ذكرناها مرتين، مره عند الساركوليما وده اكسايتيشن كونتراكشن كابلينج، ومره ذكرناها عند فيز زيرو سلو ريسبونس. السؤال اللي بعده فيز 2. فيز 2 هو البلاتو، وطبعا قال لي فاست ريسبونس عشان تتاكد ان كلامك صح. البلاتو موجود في رسمه الاكشن بوتنشال اوف اتريا وفنتريكولار مصر. البلاتو فيه مزايا كثيره، بس قبل ما نقول المزايا تعالوا نشوف اول اختيار، ياثر الابسوليوت ريفراكتوري بيريود. طالب قال لي غلط، غلط تماما، لان فيز 2 هو اللي بيوصل 1 ريبولاريزيشن صغيره بفيز 3 تكمله الريبولاريزيشن. لو وصلنا 1 و3 مع بعض من غير 2 ده بقى عامل زي اكشن بوتنشال اوف نيرف، فربنا طوله بخط مستقيم مايل اللي تحت سنه اسمه بلاتو. طب ازاي بيطول الاي ار بي؟ الاي ار بي هو فيز 0 زائد فيز 1 و2 وابر هاف اوف فيز 3، يعني 2 طول فتره عدم الاستجابه المطلقه. طيب ليه طولها في الطبيعي؟ علشان يمنع الهارت تو ريسبوند لاي استيمولس اثناء عمليه الكونتراكشن. القلب لازم يخلص كونتراكشن اولا ثم يبدا في ريلاكسيشن بعد كده. فطالب هيسال طب وايه علاقه الاي ار بي بالكونتراكشن؟ هنركب رسمتين على بعض، رسمه الاي سي جي العاديه اللي هي بي كيو ار اس تي، ورسمه الالكتريك ريسبونس اوف اتريا اند فينتريكولار ماسل. فيز 2 اللي هي البلاتو بتتزامن مع الخط المستقيم اس تي سيجمنت. الاس تي سيجمنت معناه الفنتريكل لسه في حاله دي بولاريزيشن، وطالما في حاله دي بولاريزيشن يعني بعدها ريبولاريزيشن ثم اكشن بوتنشال يكتمل ثم سيستول، ده انت لسه في حاله كونتراكشن وده مهم جدا. طب الريلاكسيشن بتاع القلب يبتدي امتى؟ يبتدي مع نهايه الاي ار بي، يبتدي بقى الريلاكسيشن او الدايستول. ما ينفعش الهارت يستجيب لاتنين ستيمولاي ورا بعض، الهارت مش زي السكيليتال ماسل، احنا بنحمي القلب
من الكونتراكشن المستمر اللي اسمه تيتانس. السكيليتال ماسل فيها تيتانس طبيعيه، الهارت ما ينفعش، لو تيتانايزد تموت. الهارت اتخلق اساسا تو ريلاكس في مده اطول من المده اللي بينقبض فيها. طيب صوديوم انفلكس يساوي كالسيوم انفلكس. للوهله الاولى لما تقرا هذا الاختيار انت عندك سؤال، يا دكتور ده في انهي مرحله، بدايه البلاتو ولا نهايتها؟ انا ما حددتلكش اي حاجه. هتقولي مش فارقه، في بدايه البلاتو احنا عاوزين ندخل كالسيوم، لان دايما الكونتراكشن يبدا مع بدايه البلاتو، والكونتراكشن محتاج كالسيوم كمين ايون يمسك في تروبونين سي، كلام اللي قلناه قبل كده. طيب فلازم الكالسيوم يدخل. طب هتقولي الكالسيوم بيدخل من كونسنتريشن عالي بره لكونسنتريشن قليل جوه، ده زيه زي الصوديوم. بس انا مش عايز ادخل صوديوم، صوديوم دخل مع فيز زيرو دي بولاريزيشن. الان عايز ابدل دخول الصوديوم بدخول كالسيوم. طيب فالكالسيوم هيدخل، بس في مشكله، كالسيوم داي فيلنت ثنائي شحنات، والصوديوم مونو فيلنت. ينفع ابدل مونو بداي؟ هقول لك ينفع لو الكالسيوم دخل ببطء، لما يدخل سلولي يعامل كانه مونو فيلنت. في البدايه كالسيوم يدخل يتساوى مع خروج بوتاسيوم. طب ليه يا دكتور؟ البلاتو يعني هضبة، حاجة مستقيمة ميلة سنة لتحت بس مش ميلة قوي. ده معناه ان قوة الدي بولاريزيشن تساوي قوة الري بولاريزيشن. طب ما هو الدي بولاريزيشن بدلنا الصوديوم انفلكس بكالسيوم انفلكس، يساوي الري بولاريزيشن ثابتة بوتاسيوم إفلكس، يبقى ده خطأ تماما. كوينسايد يتزامن مع الاس تي سيجمنت ان اي سي جي، صح. شوف بقى الاختيار الاخير، افضل كونتراكشن ان اتس ايرلي بارت. ساعات في الفسيولوجي نلخبطك، نديلك الجزء الاولاني من الجمله صح والتكمله غلط، فالطالب الشاطر يقول لي ده افضل كونتراكشن في التلت الاخير من البلاتو، لاست وان ثيرد. ليه؟ الكالسيوم دخل مع البدايه، بدايه البلاتو، وصل الى القمه في النهايه، لان مع نهايه البلاتو سيبدا الريلاكسيشن، وده نقطة في منتهى الأهمية. يعني يبقى إذن البلاتو ليه أهميتين، يطول الأبسوليوت ريفراكتوري بيريود، وأفضل كونتراكشن في التلت الأخير من البلاتو. السؤال اللي بعده، ARP أبسوليوت ريفراكتوري بيريود أو فاست ريسبونس قصيرة في الكاردياك ماسل عن السكيليتال؟ تقول لي غلط، العكس صحيح، الـ ARP أطول في الكاردياك ماسل بسبب بلاتو فيز 2. إكستند من فيز 0 إلى فيز 4؟ تقولي غلط، هي من فيز 0 دي بولاريزيشن حتى أبر هاف أوف فيز 3. طيب، هارت كان ريسبوند تو أ سترونج ستيمولس؟ تقول لي يا دكتور غلط، نرجع للديفينيشن اوف اي ار بي. It is the period at which the heart cannot respond to any stimulus مهما كانت شدته. الاكسايتابيليتي تساوي زيرو، يبقى اذا سي غلط. Prolonged بسبب البلاتو، دي الاجابه الصح، يبقى الصح دي. السؤال اللي بعده، effective
refractory period. عايز ادي لك مقدمة عن الـ ERP عشان ندخل على الاختيارات. effective يعني فعال، عاوزين نحمي القلب من اي strong stimulus. فربنا ادينا فترة طبيعية اسمها ERP حتى upper half of phase 3. ولكن لما يخلص الـ ERP عندنا مشكلة، relative refractory period، فترة عدم الاستجابة النسبية. القلب هيستجيب لستيمولس ولكنه أقوى من الأول، وده بنسميه ectopic focus. في النظري قلت لك ectopic معناها غريب، جزء جوه الهارت مش متعودين يطلع منه امبلس زي wall of the heart، ده يعمل contraction. ازاي يطلع beats؟ ده بقى اسمه ectopic focus او AV node او septum. تمام، دلوقتي الاكتوبيك فوكس يهاجمك في اول 10 ملي فولت من الريلاتيف ريفراكتوري بيريود اللي هي من النص التاني لفيز 3. ده في غاية الأهمية نكون عارفين الكلام ده. عشان كده الإفكتيف الفعالة هي الـ ARP زائد أول 10 ملي فولت من الـ RRP. هحط على صدر المريض جهاز اسمه ديفايبريليتور، جهاز يمنع القلب من الرعشة. وجود إكتوبيك فوكس سواء إتريا أو فنتريكل يخلي الوول أوف ذا هارت كونتراكت بشكل سكسيسيف متتالي، وقد يؤدي إلى فايبريليشن. هجيب جهاز الصدمة الكهربية أسلطه على المكان اللي ظهر فيه الإكتوبيك فوكس والتوقيت كمان اللي ظهر عنده. في الحالة دي أنا هلغي الإكتوبيك تماما. فطالب قال لي طب نلغيه إزاي؟ هقول له الفكرة ببساطة، لو أنت الأكثر عددا في ضربات القلب هنمشي وراك، أنت المايسترو، انت البيس ميكر. الاس اي نود كان بيضرب 90 بيت بير منت، الاي في نود 60 او 50، بيركينجي من 20 الى 30. مين الاكثر عددا؟ اس اي نود. هبعت الامبولس وانتم مجرد كوندكتنج سيستم اسلاك توصيل. جه الاكتوبك قال الاس اي نود انا 300 بيت في الدقيقه وانا طالع من الوول اوف ذا اتريوم. نفس القانون اللي انت طبقته على الباقيين هيتطبق عليك، وبالتالي اصبح الاكتوبيك فوكس هو البيس ميكر. وطبعا 300 بيت في الاتريوم يؤدي الى مشكله كبيره. علشان كده احنا عايزين نمنع الفايبريليشن في فتره اسمها افكتيف فعاله، والفترة دي تشمل طبيعي ARP زائد صناعي أول 10 ملي فولت من الـ RRP. نحط الجهاز ده ويلغي الإكتوبيك فوكس، ثم يتحول القلب مرة أخرى للإعتماد للبيس ميكر. هو الرئيس الشرعي للبلاد، هو المايسترو بتاعنا. عشان كده كتب الفسيولوجي قالوا جملة جميلة، كارديو فيرجن. انا هدي لك نسخه جديده، زي لو كمبيوتر اتضرب الويندوز بتاعته، وده الاساس بتاعنا. طيب does not protect against ectopic focus. تقول لي ايه؟ خطا. طب يا دكتور ايه كانت غلط ولا صح؟ ايه فيها حته كده تخليها غلط؟ قال لي زائد RRP. انا قلت لك ايه؟ أول 10 ملي فولت فقط. طب بعد كده؟ أنا آسف ما عنديش قدرة فاعلية. عشان كده لو ما حددتش أول 10 ملي فولت تتفهم إن كل الـ RRP تبقى الجملة خطأ. Cardioversion is needed to protect the heart against fibrillation to
تقول لي صح. كارديو فيرجن، بص بقى الجملة الأخيرة، أوجمنت بتقوي الإكتوبيك فوكس أكشن بوتنشال، خطأ. أنا بضعفك، بضعف تأثيرك إزاي؟ أحولك من أكشن بوتنشال بروباجيتد، منتشر قادر على السيطرة، إلى لوكال بوتنشال. وأول ما أقول لوكال تقول لي يا دكتور خلاص أنا فهمت، أنت بتتكلم عن ديكريمنتال كوندكشن، عايز الإكتوبيك أضعفه، تتناقص شدته مع طول المسافة. السؤال اللي بعده، SA node has short refractoriness. تقول لي غلط، الاس اي نود ربنا بيحميه، بيطول له الريفراكتوري بيريود بتاعته، فتره عدم الاستجابه لاي ستيمولس قوي اخر، نطول هذه المده. الاس اي نود ما زال مسيطر، الاكتوبيك فوكس قبل ما يكمل عدد البيتس بتاعته اللي من خلالها يقول انا اوفر درايف سبريشن على الاس اي نود، انا قائد والمسيطر، يقول له انا عندي ريفراكتوري بيريود كبيره، انا محصن نفسي كبيس ميكر. هاز الو سلوب، الجمله دي غلط. علشان تبقى بيس ميكر انت عندك شروط، توصل للفايرنج ليفل اسرع، تبقى اكثر عددا هايست ريت اوف ديسشارج، السلوب بتاعك يكون اعلى، ده مهم جدا. يبقى لو سلوب؟ لا، السلوب ده هو ريستنج ممبرين بوتنشال، ولكن هو خط مايل. فاكر لما قلت لك اتريا وفنتريكولار ماسل بيستقبلوا الكهرباء جايه لهم من الاس اي نود، علشان كده الريستنج بتاعهم خط مستقيم ستيبل. الاس اي نود لا، ان ستيبل. يعني ايه؟ يعني نعكس، الصوديوم بيرميابيليتي اكبر من البوتاسيوم، عكس اللي متعودين عليه في النيرف والفاست ريسبونس، ولكن المره دي هيبقى صوديوم مع كالسيوم دخولهم اكبر من خروج البوتاسيوم. بيوصل الفايرنج ليفل ببطء؟ خطا، لو ببطء ما كانش هيبقى بيس ميكر. هو على فكرة يبطأ في الدي بولاريزيشن بتاعه، ولكن في المطلع ما يبطأش. هايست ريت اوف ديسشارج، تقول لي طبعا دي الإجابة الصح. السؤال اللي بعده، فيز فور اوف سلو ريسبونس، فيز فور هو ريستنج ممبرين بوتنشال، طب مين اللي سلو ريسبونس؟ هو البيس ميكر، تسجيل كهربة البيس ميكر. لاحظ اي منظم في جسمنا بيشتغل سلولي، كل ما تشتغل ببطء ده معناه ايه؟ كفاءة اعلى. قبل ما نيجي للاختيارات انا عايز اقول لك ليه تسمت سلو ريسبونس، لانه لا يوجد، اقول تاني، لا يوجد فاست فولتج جيتد صوديوم تشانلز في البيس ميكر، ما عندوش. طب الصوديوم يا دكتور اللي بيدخل من خلال بوابات اسمها فاني صوديوم تشانلز، فاني مش قصدي مضحك، مش متعودين ان الصوديوم يبقى داخل ببوابة اخرى غير بوابته السريعة. الصوديوم لما دخل في الاول خلى جوه بوزيتيف وبره نيجاتيف، ولكن ده مش كافي ان يوصل الاس اي نود للفايرنج ليفل، عشان كده قالوا ايرلي بارت يدخل صوديوم، ليت بارت التكمله هيدخل الكالسيوم. كالسيوم ليه بوابتين، تتوقع يدخل من خلال انهي بوابه؟ التي السريعه ولا ال البطيئه؟ علما ان انا عاوز اوصل لفايرنج ليفل بسرعة، تقول لي التي السريعة، دي سريعة بالنسبة لك انت بس يا كالسيوم، ولكن ابطأ من الصوديوم.
فالصوديوم اولا ثم كالسيوم ثانيا دخولهم اكبر من خروج البوتاسيوم، عشان كده هنقول unstable. بص بقى لك ايه، بوتاسيوم افلكس خروج البوتاسيوم اكتر من الصوديوم والكالسيوم، تقول لي ايه خطأ، العكس صحيح. بي يبدأ بايكالسيوم انفلكس خلال ال تايب كالسيوم تشانل، الجملة كلها غلط، هو ما بيبدأش، هو بينتهي في الفترة دي بالكالسيوم انفلكس من خلال التي وليس ال. تمام. الفاليو نيجاتيف 90، تقول لي غلط، القيمة دي تعبر عن resting membrane potential of الventricular او الاتريال مص الفاست ريسبونس، لكن الصح الفاليو تقريبا نيجاتيف 55 الى نيجاتيف 60. طيب كولد دايستوليك دي بولاريزيشن، نفهم معنى الكلام، الريستنج ممبرين اوف الاس اي نود كانه في حاله دي بولاريزيشن، طول الوقت بيطلع امبلس حتى في فتره راحته محدش بيبعتها لي. هتقول لي ماشي، يعني هو دي بولارايزد بدليل الريستنج بتاعه بره نيجاتيف وجوه بوزيتيف. طيب ليه سموها الجزء الاول بقى دايستوليك؟ هقول لك حاجه بسيطه، هو دي بولاريزيشن او الريستنج ممبرين اللي هيوصلني للفايرنج ليفل نهايته ايه؟ تقول لي اكشن بوتنشال. تمام، يتنقل للاي في نود، اي في باندل، فنتريكل، والنهايه كونتراكشن وسيستول. قصدك ايه يا دكتور؟ قصدي اذا وصلت للفايرنج ليفل النهايه ميكانيكال هي سيستول. طب انا بتكلم على فايرنج ولا بتكلم على فيس فور اللي هو ريستنج ممبرين بوتنشال؟ تقول لي انت بتتكلم عن الريستنج، يعني احنا ما وصلناش للفايرنج، بمعنى ما حصلش سيستول فيما بعد، يبقى انت في مرحله الدايستول. وكل كتب الفسيولوجي سموا هذه المرحله باسم جميل، سلو سبونتينيوس دايستوليك دي بولاريزيشن. سلو لاني ما فيهاش فاست فولتج جيتد صوديوم تشانلز، سبونتينيوس تلقائي ليه؟ لان انا شغال اوتوماتيك، انا اللي بعمل الايقاع لوحدي. ودايستوليك عرفنا سببه، ودي بولاريزيشن قلناه، عشان كده اختصارها اس اس دي دي، سلو سبونتينيوس اس اس دي دي دايستوليك دي بولاريزيشن. السؤال اللي بعده، فيز زيرو اللي هو ريست اللي هو دي بولاريزيشن، خلاص الزيرو ده دي بولاريزيشن اوف سلو ريسبونس، الفايرنج نيجاتيف 55، تقول لي غلط، ده الفايرنج ليفل ده بتاع النيرف، لكن الفايرنج ليفل اوف بيس ميكر نيجاتيف 45، عشان كده الجمله الاولى غلط. امبليتيود 120 ملي فولت، تقول لي غلط، الارتفاع العالي ده بتاع الفاست ريسبونس. طب الارتفاع هنا كام؟ نحسبها، الريستنج ممبرين تقريبا نيجاتيف 50 او نيجاتيف 55، نقول نيجاتيف 50 ده اقل حاجه، وعندك البيك زائد 10، شوف البيك صغير مش زائد 40 زي الفاست ريسبونس. طب من نيجاتيف 50 لزيرو فرق 50، ومن زيرو لزائد 10 يبقى 10، 50 زائد 10 60 ملي فولت، يبقى الامبليتيود يساوي 60 ملي فولت. طيب caused by opening of fast voltage gated sodium channels، تقول لي خطأ، مفيش البوابات دي، بدليل ان ده اسمه سلو ريسبونس. الامبليتيود عالي عن الفاست، اجابه خطا، قلنا ليه؟ caused by opening of L type calcium channels
دي الإجابة الصحيحة. السؤال اللي بعدها ARP of slow response يمتد من فين لفين؟ هو يمتد من أول phase 0 إلى ها ال upper 2/3 of a repolarization. يعني هنا الاختيار الأول phase 0 لغاية ال upper half تقول له لأ ده ال ARP بتاع الفاست ريسبونس. الدي بولاريزيشن لغاية تلت الري ده قلناه في النيرف ملوش علاقة بينا. اللور تو سيرد اوف فيز تلاتة ايه ده الى بداية فيز اربعة لو انت مذاكر نظري كويس تقول لي هو ده الريلاتيف ريفراكتوري بيريود. الار ار بي في البيس ميكر يمتد معاك الى بداية الريستنج، والكلام ده هنقول اهميته دلوقتي. طب يبدأ من البلاتو الى فيس فور؟ غلط، لان دايما الاي ار بي يبدأ من الدي بولاريزيشن. عشان كده كل هذه الاختيارات خطأ. الصح هو فيس زيرو لغاية الابر تو سيرد اوف الري بولاريزيشن. السؤال اللي بعده SA node firing is decreased by. طالب الشاطر يقول لي انت بتتكلم عن سلوب بتاع البيس ميكر اللي هو المطلع بتاعه، نفكر هو ايه سبب السلوب؟ هو سبب الريستنج ميمبرين بوتنشال اوف بيس ميكر. دخول صوديوم زائد كالسيوم اكبر من خروج البوتاسيوم. طيب سيمباثيتك ايه رايك؟ تقول لي السيمباثيتك ده بيزود السلوب وانت عايز في السؤال يقلل، يبقى السيمباثيتك غلط. سيمباثيتك بيعمل الكلام ده، يزود دخول صوديوم وكالسيوم اكبر من خروج بوتاسيوم، بيقفل البوتاسيوم تشانلز. طب فيفر الحمى، كل ما تعلى درجه حرارتك كل ما يبقى الاس اي نود ميتابوليكالي مور اكتف، حراره بيديني نشاط اكتر اعمل فايرنج اكتر. غلط، لانه عايز ديكريزد. هايبر كاليميا، وتعالوا بقى نفهم البوتاسيوم لو عالي في الدم بره حوالين البيس ميكر هيمنع في الاساس ان الصوديوم يدخل. ما هو البوتاسيوم مونوفيلنت احادي التكافؤ ايون موجب، هيمنع الصوديوم البوزيتيف انه يدخل. طالما منعته لان في ريبولشن بين الشحنات يبقى الايرلي بري بوتنشال ما حصلش، بدايه فيس 4 ما حصلش، يبقى وبالتالي مش هيحصل التكمله، مش هيدخل كالسيوم. يبقى انت بتبعدني عن الفايرنج ليفل، فالسلوب بيقل. عشان كده الهايبر كاليميا تقلل الاس اي نود فايرنج، ودي نقطة في غاية الأهمية. طيب نيجي للسؤال اللي بعده اي في نود. الاي في نود أبطأ في الكوندكشن بسبب الاي ان زون. هفكرك بحاجة في النظري، خلي بالك ان الاي في نود كان تلات أجزاء، جزء طويل اسمه AN رمز الكلمة اتريو نودل، وجزء ضيق قوي اسمه N زون. ليه ربنا عمل كده؟ الاتريوم مضخة ضعيفة عايزة تاخد فرصتها تماما في الكونتراكشن، لازم نأخر الامبلس في الاتريوم علشان يكمل كونتراكشن اولا ثم ننزل الامبولس الى الفنتركل. ما ينفعش الفنتركل كونتراكت ولسه الاتريوم ما خلص، الفنتركل الاقوى بيملى من الاتريوم. طيب ربنا عايز ياخر الامبولس في الاتريوم، فيجي الاي في نود على الحدود بين الاتريوم والفنتركل يقول لك انا اتميز بمستين، عندي ممر طويل الاي ان، الامبولس هتمشي فيه بسرعتها
العادية، ولكن هتتأخر مسافة بعيدة. ولو انت عديت من الاختبار ده عندك زون او منطقة ضيقة اسمها ان زون. الان زون كمان هتعمل بطء في التوصيل، يبقى في الاي ان ماكسيمال ديلي. بص قالك ايه؟ سلوست كوندكشن، تقوله غلط. السلوست ده في الان زون الضيقه، عربيه ماشيه في شارع ضيق بتمشي ببطء شديد جدا، مش عارفه تتحرك، شبه مش عارفه تتحرك. فانا عكست لكم، السلوست المفروض ان زون، والماكسيمال ديلي في الاي ان زون. فالاي وبي اختيارين غلط. نيجي للريت، اي في نود يضرب 90 بيت بير مينت، تقول لي غلط. الرقم ده هو رقم الاس انود، هو بيضرب من 50 الى 60 بيت بير مينت. بص اللي بعدها بقى، is voltage dependent refractoriness، قول لي. نفهم معنى الكلام، الاي في نود عنده ميزتين في عدم الاستجابة. عدم الاستجابة في وقت معين بيأخر الامبلس في الاتريوم عشر ثانية، اللي هي 100 ملي سكند. ما هو ال 100 ملي سكند على 1000 يساوي عشر ثانية، تمام؟ ده تايم ريفراكتورينس. طب يعني ايه فولتج؟ الاي في نود بيمرر فقط من 180 الى 200 بيت من الاتريوم الى الفنتركل. في حاله اكتوبيك فوكس ظهر في الوول اوف ذا اتريوم، اكتوبيك بيضرب بعدد كبير 300 400 500 دقه، فالاي في نود قال لنا انا همرر منهم بس 120. قلنا له طب والباقي؟ قال لي الباقي هيبقى ديكريمنتال كوندكشن، مش كل الامبلس اللي خارجه من الاكتوبيك فوكس على نفس درجه القوه، شويه ثريشولد شويه سب ثريشولد. عشان كده الاي في نود قدر يعمل فكره الديكريمنتال. والمراجع الكبيره تقول لك امبلس داي اوت في الاي في نود، وبالاخص في الان زون ما كملتش. انت مضيق المسافه قوي، والامبلس مشت في مسار طويل ثم ممر ضيق، مش هتكمل معاك، خاصه انتنستي ضعيفه من الاول ومش كلنا على نفس الدرجه. طيب فاذا الجمله دي غلط، لان انا قلت اونلي فقط. لا، الصح هو تايم اند فولتج ديبندنت ريفراكتورينس، عدم الاستجابه بتاعته ليه علاقة بالوقت وليها علاقة بالعدد. السؤال الأخير، act as a latent pacemaker، تقول لي صح. الـ AV node بيشتغل كـ pacemaker متأخر لو باظ الـ SA node. نعتبر الـ SA node رئيس البلد، ليه نايب أول AV node ونايب تاني هو بيركينجي فايبر. طبعا النايب الاول عدده اعلى 50 ل 60 دقة، اذا باظ يشتغل النايب الثاني البركينجي من 20 الى 30 بيت. السؤال اللي بعده، بوست ري بولاريزيشن ريفراكتورينس از بروبرتي اوف، بمعنى ظاهرة عدم الاستجابة حتى بعد ما ترجع للريستنج بفترة بسيطة، طبعا ده اي في نود. طب ليه؟ الاي في نود عاوز يأخر نقل الامبلس وعاوز ينقل فقط 180 الى 200 منهم، يبقى منطقي جدا لا يستجيب بسرعة حتى بعد ما رجع للريستنج ومطالب انه يعمل اكشن بوتنشال، يقول لك لا. السؤال اللي بعده، first ventricular part to be depolarized. لو ترجع للنظري، SA node AV node
دخلنا على الفنتركل، اول مكان هو سبتم. حتى الكهرباء بتمشي فيه from left to right. قلت لك في النظري السبتم مش مجرد خط، السبتم ده سمك، فالكهرباء بتمشي من الشمال الى اليمين. وعلى هذا الاساس اتسجلت الموجة بتاعته تحت البيز لاين كيو ويف، قلناها في النظري وصغيرة. طيب البوسترو بيزال بارت ده اخر جزء في الفنتركل to be depolarized. بوسترو بيزال بارت of the left ventricle. خلي بالك القلب بتاعنا او الفنتركل عامل زي مثلث مقلوب، لكن عكس بقى قواعد الماس ايام زمان. كان بيقول لك لو المثلث مقلوب كده على الفراغ اللي ما بين ايديا من فوق ده البيز، وهنا التقاء ايديا الاتنين ده الايبكس. لا، في الهارت اهو البيز هو جزء من الوول والايبكس هو الجزء اللي تحت. يعني الايبكس في الهارت زي ايبكس المثلث المقلوب، اللي اختلف هو البيز. السؤال اللي بعده بيركينجي فايبرز are connected by tight junction. تعال افكرك بنظري، البيركينجي سيلز متصلة ببعض عن طريق جاب جانكشنز زي كباري. اول سيل لو بقت دي بولاريزد تتنقل الكهرباء بسرعة للسيل التانية، والتانية تنقلها للتالتة. ميزة الجاب الفراغات او الكباري سرعة النقل. انا عايز السيلز كلها تشتغل كوحدة كهربية واحدة، وعلى هذا الاساس قلت ان البيركينجي بيساعد القلب انه يبقى one electric syncytium، شبكة كهربية واحدة. طيب هو قال لي tight junction، غلط. طب يعني ايه tight؟ tight يعني السيلز لازقة كتف في كتف، السيلز اللي في الوول بالمنظر ده، ده اسمه تايت، الرابطة المحكمة، عامل زي البنيان المرصوص، طوب، قوالب طوب جنب بعض. طب أنا ده يفيدني في إيه؟ ميكانيكال سينسيتيوم، وحدة ميكانيكية واحدة. الهارت كونتراكت as a one unit، دايما وحدة واحدة. الهارت عكس السكيليتال مصر، في السكيليتال كنت تقول إيه؟ شوية فايبرز كونتراكتنج شوية لا، هارت لا، يا كل الفايبرز كونتراكتنج في الوول يا كل الفايبرز ريلاكسنج. طيب لوكيتد ويزن ذا ايبيكارديوم، ده سؤال اناتومي. البيركينجي فايبر مكانه اندوكارديوم، الطبقة الداخلية من الوول اوف ذا فنتركل. طيب اللاو ذا فنتركل to contract as one unit، بقى البيركينجي بيخليني وحدة كهربية واحدة، ده شغلته. هو الأساس في ال contraction as one unit، هقول له غلط، الأساس هو tight junction بين السيلز وبعضها، بين الكاردياك سيلز. طيب has short refractory period، أقول لك غلط، البيركينجي يتميز عنده فترة عدم استجابة طويلة. هتقولي طب ليه؟ بمنتهى البساطة، أنا كبيركينجي وصلت الكهرباء من الاندوكارديوم إلى الإيبيكارديوم. تعال نتخيل ظهر اكتوبيك فوكس في الإيبيكارديوم في الطبقة الخارجية من الوول أوف ذا هارت. الكهرباء عايزة ترجع بالعكس للبيركينجي، فالبيركينجي كمان عنده فترة حماية، قال لازم أمنع الاستجابة من الإكتوبيك فوكس بسهولة. عشان كده اللي يتابع فيديو النهاردة يلاحظ حاجتين، الاس اي نود عنده لونج ريفراكتوري بيريود علشان ما يتأثرش بالإكتوبيك بسهولة، وزيه البيركينجي فايبرز. طيب الاختيار الأخير هو الصح، fastest conducting system in the heart، أسرع وسيلة اتصال في القلب هو البيركينجي،
من 4 إلى 5 متر بير سكند. ده مهم جدا. وعلى فكرة أبطأ واحد هو الـ SA نود أقل من 1 من 100 متر بير سكند. ده الأبطأ تماما. ده الأبطأ خلي بالك. والمايوكارديان بقى بيبقى 2 من 100 إلى 5 من 100 متر في الثانية. السؤال اللي بعده: cardiac muscle has more developed sarcoplasmic reticulum. تقول لي غلط. الكارديك ماسل الساركوبلازميك ريتيكولم بتاعها poor developed، مخزن الكالسيوم مش كفاية، وعلشان كده الهارت بيستورد كالسيوم من الاكسترا سيلولار فلويد. سمينا الكالسيوم اللي بستورده كالسيوم induced، الكالسيوم اللي هيحفزنا في ايه؟ نعمل كالسيوم ريليز. وبيسموا الكالسيوم من الاكسترا سيلولار فلويد اسم تاني تريجر كالسيوم، كانك بتدوس على زر البندقيه، تمام؟ تلاقي خلاص هتتحرك الطلقه في المجرى بتاعتها. انا تريجر، انا الزناد بتاعك، تمام؟ فايبرز ار فانكشنالي كابلد. تقول لي الجمله بي دي مبهمه، جمله عامه، ممكن توضحها لي؟ اقول لك عادي شرحناها. فانكشن كابلد بمعنى الكتريك وميكانيكال سينسيتيوم. الكاردياك ماسل فايبرز شغاله كوحده كهربيه واحده ووحده ميكانيكيه واحده. تقول لي طب ليه قلت كابلد؟ لان احنا متعودين excitation contraction coupling، الاتنين دول بيحصلوا مع بعض، لا يمكن contraction من غير action potential. contraction does not obey all or none law. هفكرك بالall or none قبل ما نقول صح او غلط. all or none معناها هندي الهارت threshold يوصلني للفايرنج ليفل يبقى فيه كونتراكشن، مفيش ثريشولد يبقى مفيش كونتراكشن، يا ابيض يا اسود. طب نفكر بقى، هنا بقول ان في كونتراكشن حصل بمعنى ميكانيكال ريسبونس حصلت، يبقى لازم يسبقها الكتريك ريسبونس سليمه. طب ما هو الاكشن بوتنشال يعتمد على اول اور نان لو، وعشان كده انا قلت لك ايه سنجل سينسيتيوم. افتكر معايا قانون الاول اورنان يسري على اي حاجه فرديه. سنجل نيرف، سنجل سكيليتال ماسل فايبر، كاردياك ماسل لانه شغال كوحده واحده، يتبع اول اور نان لو. ما ينفعش تقول لي هنعمل سميشن او نزود الانتنسيتي اوف الكتريك كارنت اللي رايح للهارت، مش حاجه اسمها كده. سب ثريشولد مع سب ويتجمعوا مع بعض يوصلني للفايرنج، لا ده ما ينفعش. طيب ريسبونس للسكسيسيف ستيميوليشن كود بي سميتد. انا عايزك تعترض على كذا حاجه في الجمله دي. سكسيسيف ستيميوليشن معناها ان انت في حاله كونتراكشن مستمر، ده مش هينفع اساسا. ليه؟ لان الاي ار بي اللي طول بسبب البلاتو يخليك ما تستقبلش ستيمولس جديد الا بعد ما الهارت يملى. ده على الاقل 50% من حجمه بلد. يبقى اولا انا مش موافق على البدايه، وكمان النهايه غلط. كود بي سميتد اساسا ما فيش سميشن لان احنا نتبع اول اور نان لو. الهارت يتبع اكشن بوتنشال يوصل له مره واحده مش لوكال بوتنشال. السؤال اللي بعده كومبيرد تو سكيليتال ماسل، بالمقارنه وده قلناه في الشرح، كاردياك ماسل كان بي تيتانايزد. تقول لي لا. هاز ويل ديفلوبد ساركوبلازميك ريتيكولم، لا. يعتمد اساسا
على الاكسترا سيلولار كالسيوم هي دي الصح. بص الاخيره الاكتيفيشن لعضله القلب يعتمد على عدد الاكتيف موتور يونتس. تقول لي غلط، ما يعتمدش على عددهم، يا كلنا شغالين يا لا، يا اول يا نون، ما عندناش احتمال اني نزود عدد الموتور يونتس ونعمل ريكروتمنت او تزايد في عدد الوحدات الحركية. لا، الهارت هو معركة بقائك في الحياة، فكل مرة في كل سايكل كونتراكت as one unit، ريلاكس as a one unit. السؤال اللي بعده ستارلينج لو. قبل ما نشوف الاختيارات تعالوا نفتكر الكلام المهم. كل ما يزيد اللينس اوف ذا كاردياك ماسل، يعني كل ما يبعد الميوسين عن الاكتين، قلناها في السكيليتال. طب النهارده في الهارت تترجم الكلام ده ازاي؟ كل ما القلب يملى اكتر، القلب بيملى بالعرض ترانسفيرس اكسس، كل ما يملى ميوسين يبعد عن الاكتين، النتيجه هتزيد الفورس اوف كونتراكشن ويزن ليميتس. يعني ايه؟ هيجي وقت على القلب يملى كتير والميوسين يبعد قوي عن الاكتين لدرجه ان كروس بريدج ككفاءه هتقل وكعدد هيقل، عشان كده الويزن ليميتس. خلي بالك ستارلينج لو قانون لا ينطبق على القلب الطبيعي. القلب الطبيعي كل ما يملى يضخ، سواء during rest او during exercise، وهنقول الفرق ما بينهم في فيديوهات MCQ قادمة. لكن heart failure يعني قلب فاشل، يملى كتير والcontraction ضعيف، يملى contraction اقل، ده معنى ويزن ليميتس. شوف اول حاجة قلنا ايه، increase end systolic volume. يعني end systolic؟ حجم الدم اللي اتبقى في الفنتريكل بعد نهاية السيستول. هل يا ترى ده اللي بيزود قوة الكونتراكشن؟ تقول لي غلط، الصح end diastolic volume EDV. ما انت بتقول لي كل ما يزيد اللينس اوف ذا كاردياك ماسل معناه انه بيملى، طب انا بملى في الدايستول يبقى اند دايستوليك فوليوم. حتى لو انا قلت لك EDV شلت الاس وحطيت دي وكملت الجمله كده برضه غلط، فين ويزن ليميتس؟ الموضوع محكوم بشروط. احسن طول للكاردياك ماسل عندها the best contraction هو 2.2 مايكرون اللي هو optimal length، او L max اللي maximum او preload لأسامي كتيرة. is applied in normal heart غلط، هو applied in denervated heart، قلب قطعتله الاوتونوميك نيرف، او transplanted heart قلب مزروع. يعني الستارلينج ده لا ينطبق الا على الظروف الغير طبيعية. طب سي بقى الكاردياك اوتبوت، حجم الدم اللي القلب بيضخه في الدقيقة، الرايت فنتركل اقل من الليفت، جملة خطأ. ليه؟ طب ايه علاقتها بستارلينج؟ ستارلينج قال كل ما يملى القلب قوة الكونتراكشن تزيد. نشوف القلب بيوصل له الدم عن طريق الفينز الى رايت اتريوم ثم رايت فنتركل، فهيملى الرايت فنتركل هيزيد اند دايستوليك فوليوم اوف رايت فنتركل، فهيزيد الفورس اوف كونتراكشن بتاعه، فهيضخ 5 لتر دم في الدقيقه. جم منين؟ كل ضربه الرايت فنتركل هيطلع 70 ملي دم، ايجكشن اندفاع دم. طب بنضرب كام ضربة في الدقيقة كمتوسط؟ 70 ضربة. اضرب ال 70 ملي في الضربة الواحدة اللي الفنتركل هيضخهم
تايمز عدد الضربات 70، 4900 ملي تقريبا 5 لتر. هيوصلوا للبالمونري ارتري، الدم ده بقى اوكسجينيتد، ثم يروح للليفت اتريوم عن طريق 4 بالمونري فينز، ثم ليفت فنتريكل، ثم الليفت فنتريكل يعمل كاردياك اوتبوت. يعني الخمسة لتر اللي ضخوهم الرايت فنتريكل هم اللي هيضخوهم الليفت فنتريكل، فازاي تقول لي اقل؟ تابعا لستارلينج لو سي خطا، يبقى الصح دي. السؤال اللي بعده افتر لود. تعال افكرك بكلام مهم. الطبيعي ان الفنتريكل بريشر اعلى من ضغط الاورطة عشان يوزع له الدم، ده العادي فينا كلنا. طب انا لو اتولدت بعيب خلقي، اورتيك فالف ضيق، او اثيروسكليروزس تصلب شرايين في الاورطة، ايه اللي هيحصل؟ تقول لي ضغط الاورطة بقى عالي قوي من البدايات، اعلى من الليفت فنتريكل بريشر، فالليفت فنتريكل مش هيقدر يضخ الدم بسهولة الى الاورطة، في مقاومة عالية بتواجهه بره. عشان كده انا هاجي اقول لك الاختيارات وانا اتناقش. positive afterload means ventricular pressure اعلى من الاورتيك بريشر، تقول لي غلط، الاورتيك بريشر هي الاعلى. طب يعني ايه positive؟ positive معناها حاجة مرضية، ايجابية في الحالة دي مرضية. طب دكتور يعني afterload بالبلدي الفنتركل وهو بيعمل ضخ للدم ده فوجئ بمقاومة عالية في الأورطة. طيب it is phased by، ازاي نواجهها؟ تقولي بالمنطق، المفروض ان الفنتركل ده يملى ثم يقفل الـ AV valve، فالدم الكتير اللي اتملاه يتحوش في مساحة ثابتة جوه الفنتركل، يضغط على الوول يعلي البريشر عشان يكون اعلى من الاورتيك بريشر. طب لسه مش عالي، نفتح كمان اي في فالف ونملى ونقفل الفالف ونحبس الدم وهكذا. يبقى اذا البدايه ايزومتريك كونتراكشن، اللينس اوف ذا هارت ثابت، لسه البدايه حصل كونتراكشن، مايوسين واكتين قربوا من بعض، ولكن التندون اتشد وعوض المسافة اللي قصرها الزد لاين، زي ما شرحنا في السكيليتال ماسل من قبل. طب بعد الايزومتريك الهارت عايز يعمل مجهود، عايز يعمل ايجكشن، عايز يفتح الاورتيك فالف. طالما بذلت مجهود تبقى انت ايزوتونيك contraction. isotonic في work done equal 25%. عشان كده انا في اختيار بي لخبطتك، قلت لك phased by isotonic then isometric، تقول لي غلط، العكس صحيح، الاول isometric. ولو طالب شاطر يركب الكلام ده على cardiac cycle، يقول لي ده احنا خدنا في cardiac cycle isovolumetric contraction، ده فيس 2 ثم بعدها فيس 3 ماكسيمم انجكشن، ده اللي انا قصدي عليه. ايزوفوليومتريك كونتراكشن فيز هو الايزومتريك، والماكسيمم انجكشن انا قصدي ايزوتونيك كونتراكشن. سي فيلوسيتي اوف شورتنينج، السرعه للهارت هيضخ بيها الدم او يقصر بيها، از ماكسيمم ات هاي افتر لود، تقول لي خطا. الهارت يضخ دم بسرعه عاليه لو مفيش ريزيستنس قصاده، يبقى ات زيرو لود. ارجع للنظري، كان ليها جراف ورسمه عكسيه، وده شيء طبيعي. از ديتكتد باي ايزوتونيك كونتراكشن، صح. ليه؟ انا عايز اعرف انا هقدر اواجه الافتر لود ده ولا لا. خلاص الفنتريكل ملى
واتقفل اتريو فنتريكولار فالف. احنا الان في مرحله ايزوتونيك ورك، جهد مبذول تعمله عضله القلب. عشان كده ده ملخبط الطلبه. طلبه يقول لي يا دكتور هو البريلود مين اللي حدده؟ اقول له ايزومتريك كونتراكشن، انت اتمليت ولسه ما عملتش مجهود. ايزومتريك الطول ثابت، الورك زيرو، كلام اللي قلناه قبل كده في سكيلت المص. اما لو قدامك هاي اورتيك بريشر، عايزين نشوف بقى قدرتك على الايجكشن في النهايه. طيب السؤال اللي بعده، جراديوال كالسيوم انفلكس، كالسيوم بيدخل تدريجيا من خلال لونج لاستنج كالسيوم تشانل في الساركوليما، يا ترى تسمي هذا المصطلح ايه؟ قبل ما اقول لك نسميه ايه، عايز افكرك بالنظري. قلنا كل ما يزيد الفريكوانسي اوف اكشن بوتنشال العدد، كل ما نفتح بوابات ال تايب كالسيوم تشانل اكتر، ويدخل الكالسيوم تدريجيا واحده واحده، كانك طالع سلم. يبقى الاجابه الصح ستير كيس فينومينا او تريبي او بوتزيتش على اسم الراجل اللي اكتشف الكلام ده. طب ليه الباقي غلط؟ سميشن لا، لان انا اتبع اول ورنان لو، انا مش لوكال بوتنشال. تيتانس مش هتحصل لونج ابسوليوت ريفراكتوري بيريد بسبب البلاتو. ريكروتمنت مش هو ده تعريف الريكروت. ريكروتمنت جراديوال انكريز في ايه؟ يا في عدد ريسبتورز، يا اما في عدد اكتيفيتنج موتور يونتس. وانا كلامي لا كده ولا كده. فاذا الاجابه الصح ستيركيس فينومينا. السؤال اللي بعده سمباثيتك اكشن اون ذا هارت. الغرض من هذا السؤال هو سؤال تجميعي، سمباثيتك بيعمل ايه عامة في القلب؟ بيقلل السلوب اوف اس انود؟ غلط، ده بيزوده. وقلنا ازاي؟ بص بقى اختيار بي، بيزود كاردياك كونتراكتيليتي باي كاتيكولامين. حتى الان صح، ايوه السمباثيتك بيزود الكونتراكتيليتي. كاتيكولامينز دول هيمسكوا في ايه؟ اللي هو الادرينالين والنور ادرينالين. الفا 1 ريسبتور اون ذا هارت، هقول ده خطا، الهارت عليه بيتا 1. الالفا 1 ارجع لاوتونوميك زمان على الوول اوف بلاد فيسلز، على السفنكترز اساسي، على البيوبل، على السبلين، لكن هارت عليه بيتا 1. جمله بي، انا بحقق لك نفس المفهوم اللي بقوله من بدايه الفيديو، اقرا الستيتمنت للنهايه، نصها صح، التكمله خطا هتتحسب غلط. السؤال اللي بعده سمباثيتك بيسرع الفنتريكولار فيلينج باي اكتيفيتنج كالسيوم اي تي بيس بامب. قبل ما نقول صح او غلط هقول نقطه مهمه، سمباثيتك بيزود في مده السيستول ويقلل الفترة اللي القلب مفروض يملى فيها. كل كاردياك سايكل ليها وقت ثابت 0.8 سكند. هتطول في السيستول يعني هتأثر في التايم اوف فيلينج بتاعك، ملناش دعوة، انت اللي زنقت نفسك يا سمباثيتك. فالسمباثيتك عامل زي طالب اخر المذاكرة عليه حتى اخر وقت للرمق الاخير، في الاخر قال خلاص لابد ان انا اذاكر كل ده في الوقت الضيق ده. سمباثيتك سرع الفيلينج في الوقت الضيق ده. طيب الفيلينج بيعتمد ان الكالسيوم يبقى موجود ماسك في تروبونين سي ويشيل التروبومايوسين من مكانه ويعمل لي كونتراكشن؟ تقول لي لا، لازم اسحب الكالسيوم وارجعه للمخزن، ارجعه من تركيز قليل جوه عضلة القلب بعد الكونتراكشن إلى كونسنتريشن أعلى في السيسترنا. وده بيحصل
بالبرايمري اكتف ترانسبورت. عشان كده الجمله دي صح. اوبن تي تايب كالسيوم تشانلز. تقول لي غلط، الكالسيوم تشانلز اللي السمباثيتك هيفتحها في الساركوليما ال تايب. واقول لك معلومه، 95% من بوابات الكالسيوم في الهارت لونج لاستنج البطيئه، والباقي ترانزيانت. السؤال اللي بعده، بوزيتيف اينوتروبيك ايجنت. اينوتروبيك معناها قوه الكونتراكتيليتي. قلت لك حتى اينو اله القوه عند الاغريق. طب بوزيتيف معناها انكريز، عايز ازود قوه الكونتراكتيليتي. يا ترى مين اللي يزودها في دول؟ بارا سيمباسو مايميتكس. طالب الشاطر يقول لي غلط، لان ده ادويه تشبه شغل الباراسيمباثيتك، والباراسيمباثيتك بيعمل نيجاتيف اينوتروبيك. طبعا نيجاتيف اينوتروبيك. طيب سايروكسين، تقول لي صح، هرمون السيرويد او الغده الدرقيه اللي في الرقبه، ده بيخلي البيتا 1 ريسبتور على الول اوف ذا هارت سنسيتيف تو كاتيكولامين، بيزود حساسيه الاستقبال علشان الكونتراكتيليتي تكون اقوى. نيفيديبين او اسمه التجاري ادالات، ده دواء كالسيوم تشانل بلوكر، هيقفل اللونج لاستنج كالسيوم تشانل على الساركوليما، وبالتالي مش هيدخل الكالسيوم من الاكسترا سيلولار فلويد اللي هو اهم مصدر للكالسيوم عندنا، فمش هيحصل كالسيوم انديوزد كالسيوم ريليز، قوه الكونتراكشن كنتيجه نهائيه هتقل. يبقى ده نيجاتيف اينو تروبيك، ده يقلل. طب والفيجاس؟ نيجاتيف اينو تروبيك. طالب سال سؤال بذكاء، قال لي يا دكتور الفيجاس في الاناتومي سبلاي الاتريوم ما بيروحش للفنتريكل اساسا. هقول لك الفنتريكل يتاثر بشكل غير مباشر. الفيجاس هيقلل السلوب اوف الاس اي نود، هيبعد الاس اي نود عن الوصول للفايرنج ليفل. وطالما انت اخرتني واخرت الاكشن بوتنشال بتاعي، هيتاخر وصوله للاي في نود اي في باندل الى الفنتريكل. علشان كده بنقول فيجال اسكيب. الفنتريكل اسكيبس، هيهرب from the direct effect of vagus on it، وده شيء طبيعي اناتوميكالي. انت ما بتروحليش فما تأثرش عليا بشكل مباشر. خلي بالك من ضمن البوزيتيف اينوتروبيك، اي حاجة تزود السايكليك اي ام بي جوه الهارت، ده السكند ماسنجر بتاعنا. انت عايز فورس اوف كونتراكتيليتي تزيد، زود السكند ماسنجر اللي جوه الاورجن اللي من خلاله يسرع الكيميكال رياكشنز ويؤدي الى كونتراكتيليتي. طيب السؤال اللي بعده، هارت ستوبس اثناء السيستول ليه؟ السيستول معناها كونتراكشن وايجكشن، معناها كالسيوم شغال. تخيل لو الكالسيوم في دمك عالي جدا، هتقول لي طب عالي عالي فين؟ يا ترى الكالسيوم عالي حوالين الاس اي نود ولا عالي حوالين الوول اوف ذا فنتريكل والوول اوف ذا اتريوم؟ حوالين الوول اوف كونتراكتايل بارت. لو عالي هيدخل جراديوال بالراحه، كل شويه يدخل يدخل ميكانيكال عمال يدخل، ده مهم جدا الكلام ده لازم تكون عارفه. طيب ليه مفيش حاجه بتوقفه؟ لان الكونتراكشن يبدا بعد نهايه الاي ار بي، مفيش حاجه اسمها ميكانيكال ريسبونس ما يحصلش، هيحصل لان الالكتريك هيكون خلص فيبتدي ميكانيكال. والدليل على كلامي السكيليتال ماسل على طول في حاله مايلد كونتراكشن،
طول الوقت في حاله مايلد كونتراكشن، بيبتدي بعد نهايه الاي ار بي. يبقى الاجابه هايبر كالسيميا. طالب يقول طب ولما الصوديوم يعلى بره؟ لا، ده ياثر على الامبليتيود وفي اكشن بوتنشال. طب البوتاسيوم لو زاد بره، وده اخر سؤال عندنا، يحصل ايه؟ احنا في الطبيعي بنقول ريستنج ميمبرين بوتنشال فيز 4 وفاست ريسبونس، كلامي على فينتريكولار ماسل.